عدالة الكويت معرفه قال لك جاوبك ميدو معليش كيف كيف نجاوبك يعتمد على التكوين يعتمد على التكوين لا في كل شامبيونه كان 4-5 لوكوموتيف هما يصوغوا شامبيونه يريكريتيو لي بون جوار لي كاينين ولي كلوب لو خلينا سي دي كلوب فورماتور حنا نحوسوا في 20 نلعبوا البوديوم وفي 20 نديروا التكوين او كيف هذا دروك هذا اتفو سيريو سانسيرمون انه لازم في 16 يديروا التكوين ما تقدرش دير 16 تكوين تما نديروا لي كاكيف معليش ما نديروش في 16 تكوين دير 5 ولا 4 اللي يقودوا البطوله ودير 5 ولا 4 عزم عليهم يديروا لك التكوين كاين بارادو وحدها اللي راهي تصرف مدراهم اللي رافده التكوين في الجزائر بارادو اللي دار تجربه صغيره في التكوين راهي تعطي لك في المنتخب الوطني دائما عندك لاعبين من بارادو اعطت لك ثلاث لاعبين في 2019 اللي كانوا ضمن المنتخب اللي داو اللي دا كاس افريقيا وكانوا لاعبين فعالين ما كانوش في دكه البدلاء زعما ما يلعبوش كاع اقلهم مشاركه بدوي وكان يلعب في مباريات عديده في كاس افريقيا حنا رانا نقولوا باللي طريقه الاموال التي تصرف هنا شوف ميدو باش نجيك من الاخر لو كان الاموال هذه راهم يصرفوها مجيوبهم لي بريزيدون دو كلوب حق الله ما يصرفوها من الاخر ويقول لك انا مهبول نحط هكذا باش نجيب هكذا علاش باسكو على بالو بلي طريقه السير هذه خاطئه انا راني نقول لك ما بيد اموال الدوله من حق كل انديه انت قلت كلمه برك مليحه ميد هي انه ماشي ما يجوش تفرق بين الانديه انديه تجيب تعاقدات بالملايير وانديه ما عندهاش باش تسافر ولا قرعامه ما عندهاش عيب ما عندوش كار باش يروح يسافر يلعب الشامبيونه يولي يطلب ويروح الولايه ويروح البلديه ويروح الاتحاديه ما نخمم ما نخممش انا بلاصه الاتحاديه انا صحفي ما نجيش نخمم بلاصه الاتحاديه انا صحفي انا صحفي خلينا نسكت كاسكي الفوضى امين لو نعود الى موضوعنا صفقات فلكيه مقابل لاعبين في نهايه مسيرتهم الكرويه 34 سنه 33 سنه 37 سنه هل انت مع هذا الطرح انا شوف انا قلت لك انا ما رانيش الأموال قلت لك الأموال أنا نشوف باللي المينا الأحسن كانت تصرف على التكوين وأنا بقى دائما في رأيي شكون 37؟ إسلام سليماني 37 سنة 37 سنة جاب لها البكرة 36 سنة الله يبارك دونو 33 وبودبوز 34 سنة معليش غلطت معليش قبل يلعب إسلام خادم لاباط شوف إسلام سليماني إسلام سليماني أنا غير نوافق كي يجي البطولة الجزائرية باسكو وليد البطولة الجزائرية مصيرو يعاود يولي البطولة الجزائرية بصح أنا كي تروح تجيب اوندي دولور انا اوندي دولور كلاعب عمره ما قنعني محمد والله غير عمره ما قنعني شفناه مع المنتخب الوطني الجزائري ومع لاعبين في 15 مباراه مع المنتخب ومع لاعبين ما تقدرش تقارن قيمه اللاعبين هذوك مع اللاعبين اللي كاينين في مولود الجزائر مع احترامي اللاعبين تاع مولود الجزائر اللي راهم في تحسن وعندهم تشكيله رائعه صح القيمه الفنيه تتلعب مع محرز تلعب مع ادم والناس تلعب مع فغولي تلعب مع ديورا تلعب مع بن ناصر في اوج العطاء تاعو لكن باتريس بومان مدرب مولودية الجزائر هو الذي طلبه وربما سيبني عليه خططه تبني خططك على لاعب في عمره 33 سنه محمد اصر على ما توصل عليه صافي با دير اسمعني صافي با دير باللي كيتو انا شفت العام اللي فات نعيجي وبايزيت اللاعبين اللي يجي منهم دوك تا محمد كي جبت اندي ديلور في عمره 33 سنه واش معناتها معناتها راح تضحي بلاعب من المهاجمين اللي كانوا الموسم الماضي تقدرش تلعبهم كامل فهمت كيفاش دوك انا يا محمد قلت لك انا ليا جامي قنعني اندي دولور واحترمه كلاعب راني نهضر على الجانب الكروي والرياضي وفقط رياضيه كرويه محمد جامي قنعني انا مدينا ذلك قلت بلي في 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 15 مباراه مع المنتخب الوطني الجزائري سجل هدفين فقط رغم انه كان يلعب مع تشكيله اسمها ما تقدرش تقارنها مع تشكيله تاع مولودية الجزائر تلعب مع رياض محرز تاع السيتي وتلعب مع بن ناصر تاع الميلون كان بن ناصر في ياماتو وقديورة وفغولي كان يطير كان ما يحبش في التيران رغم هذا ما شفناش جامي مدنا اداء مقنع اندي دولور جامي شفنا دار مباراه مع المنتخب الوطني مرجعيه بعد يجي يدي مكانة تاع لاعب اللي كان بالك فلالونسي كيما قال لك قبيل عطاك مثال مليح قال لك لو كان قعد ديمبيلي في برشلونه ما نشوفوش لامين يامال محمد وابناء المولوديه اللي جانا دوك الصغار وين راهم وين يروحوا اللي راهم في الفريق الثاني هذو لي جون صغار لقاوهم يصلحوا يجيبوا دولور وما يجيبوا سيئهم كيف سياهم يا اخو علاش هذا يا وشنو شون ديسي سي ان كلوب يلعب لي تيتر ان كلوب كي جو لي تيتر ما يصبروش عليك الببليك تاعو يحوس يلعب لي تيتر يحبس يحوس الواجد يا ناس فرقوا بين انديه ما عندهاش قاعده جماهيريه وتكون في راحه مثل نادي بارادو المشكور على كل ما قدمه لكره القدم الجزائريه من لاعبين وتكوين والنادي الوحيد اللي يكون وما فيهش ضغوطات تحبوا تسكر حسن زطشي وخير الدين زطشي ما عندوش ضغوطات وبين انديه
دي غران كلوب يلجو لي تيتر لو غران كلوب ريال مدريد تقدروا تنحيو كاع لي ستار وتقعدوا تسنى في 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 ماشي لازم تفهم ميدو تعدات من رايك ومن بعد الفحم ميدو ميدو الاسبوع اللي فات هضر كلام رائع قال اعفن ميركاتو في الجزائر هذا اليوم رانا نشوفوا ميدو واحد اخر جابوا لنا ميدو انت عارف ميدو انت عارف انت عارف كيفاش الرؤساء والمدراء تاع الانديه كيفاش يتعاملوا مع اللاعبين ومع الاموال ماشي بصح حنا نهضروا على جوارون كان كا بارتيكولي خاصو ساهل علاش باش تدخل دولور من دومو باش جا سيني في مولوديا اغيتي نو انا ما قلت والو بعيد نو انا هضرت على الناس اللي كانت من دومو باش تسيني بصح انا ما قلت والو هذا لاعب ما يسحقش من دومو باش يسيني سي اون فالور سور لعب سي ان انترناسيونال واحد الوقت كنا نبكي وعلاش دولور ما يلعبش ليكيب ناسيونال وعلاش سليماني ما يجيش ليكيب ناسيونال وعلاش كذا سؤال سؤال قبل ان نعود الى كريم هل هي انتدابات مدروسة ومبنية على آراء خبراء أم هي خبطات إعلامية خبطات عشوائية فقط من أجل إسكات الجماهير فقط من أجل عمل خلينا حنا نهضروا شوية محمد خلينا نهضروا شوية بعد ولي الميدو نعم والله غير سؤال بسيط برك هذا ما كان شوف نروحوا غير الأهلي المصري شكون اللي مسيطر في إفريقيا الميدو الأهلي بارك الله فيك الأهلي المصري هو اللي مسيطر الأهلي المصري كاين واحد يدير التكوين كما هو في إفريقيا ما كاش خلاص تفضل جاوبني على السؤال تاعي ميدو كل صفقة أولا بشأن إن كانت خبطات إعلامية فيها بعض الشو الإعلامي أكيد وإن كانت صفقات مدروسة الوقت وبداية البطولة الوطنية راح تمد لا فالور لكل واحد راح تمد الحق لكل واحد أسكو هاد لي جوار راح يمدوا أداء مقنع ويساعدوا الأندية تاعهم باش يساهموا في النتائج الأندية تاعهم وأسكو النتائج الأندية تاعهم راح تكون سيئة وهاد اللاعبين ما راح تكون عندهم مساهمة هذا علم الغيب هذا نعلموا به في نهاية البطولة الوطنية من خلال أداء كل لاعب من هؤلاء اللاعبين اللي جاوا سواء إسلام سليماني ولا أوندي دولار ولا واسمو ولا بودبوز سليماني في سي آر بي سي أون بون أفار ديمارا من سي آر بي واش دار كاع عاود ولا سي آر بي دولور في المولوديه باسمو صارت اون بون افير بود بوز باسمو وبالفيكو تاعو سي اون بون افير الجاسكا دركا يبقى الميدان وحده هو الفاصل لكن ان كنتم تريدون دوري قوي من فضلكم في مساله الاموال فقط سواء اموال دوله ولا اموال انديه خواص لا تقارنوا ما يدفع في الدوري الجزائري حتى الدوري الليبي لانه في الدوري الليبي لاعب عادي في الاهلي البنغازي يدي 15000 دولار في الشهر لاعب نورمال مويان يدي 15000 دولار في الدوري الليبي ما يدفع من الاموال وما يدفع من رواتب في الدوري الجزائري او يلعب في تونس لا يقارن بتاتا بما يدفع في الانديه الكبرى في تونس وفي المغرب وفي مصر شوفوا واش كاين من حواليكم ومن بعد قارنوا الرواتب الانديه الجزائريه الكبرى برواتب الانديه المصريه والمغربيه والتونسيه الكبرى نعم كريم الا تعتقد بان اتحاد العاصمة قام بأقوى ميركاتو هذا الموسم جلب لاعبين دوليين جزائريين جلب لاعبين أفريقيا معروفين وجلب حتى لاعبين من أمريكا الجنوب من بوليفيا ربما اتحاد العاصمة عمل ضغط كبير على أندية مثل مولودية الجزائر شباب الوزداد وشبيبة القبائل التي ربما خافت من ثوران الأنصار لأنه لما يقولوا لهم شوفوا اتحاد العاصمة برئيس جديد نعم دار ميركاتو قوي وأنتم لم تجلبوا لاعبين بأسماء كبيرة اتحاد العاصمة جابوا دي بون جوار دي اكسيلون جوار عباك كما قال لك الكاريفير هو اللي يفصل دوكا سا ديبون ديبار البدايه تاع البطوله كيفاش راح رايحه تسير في اتحاد العاصمه ولا داروا ان بون ديبار يعني سيطروا على البطوله بالطول والعرض ولا داروا ان موفي ديبار سا صرا لا كاتاستروف في اتحاد العاصمه كما قال لك ميدو كاين الجمهور اللي ما يستناش يحب دي جوار بريتو ويحبوا لي ريزولطا ان شاء الله ما يتقلقوش وتكون عندهم بون ديبار باش يسيطروا على البطوله هل سيلعب